نؤدي الكلمة لزميلتي الفاضلة الأستاذة كروري وثينة وهي أستاذة القانون بكليتنا، ولك الكلمة سيدتي. ستتدخلين حول عملية المقاولة وحقوق الإنسان، أي التزامات للدولة على ضوء معايير الدولة؟ شكرا سيدة الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة المنسقة على إتاحة الفرصة في هذه الندوة مهمة، وأشكرك على هذا النوع من التكامل المعرفي بين تخصصات متعددة في كليتنا وفي كليات أخرى، لأن في أحيان نجد أن التخصصات حتى في نفس الكلية يكون هناك تخصصات في جمهورين مختلفة، هناك نوع من القطيعة. فمثل هذه الملتقيات تعطي صورة واضحة للطلبة عن موضوع واحد ولكن من زوايا نظر مختلفة. لذلك أنا سأحاول أن أذهب بكم من شرح اختصار القانون الخاص إلى القانون العام وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان التزامات الدولة، لأن جزء مما قاله الأستاذ إسماعيل بوصحابة هي سمعة المقاولة، جزء منها في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاول، جزء منها مرتبط بحقوق الإنسان. فبالتالي بغض النظر عن ما يتعلق بإنشائكم للمقاولة من عدمها، هذا يبقى احتمال وارد نشجع عليه، ولكن الفضاء الجامعي عموما هو فضاء ديال المعرفة بصفة عامة، ماشي نشجع على مهنة المعرفة، لأن في النهاية خصني نكون مقاول طالب في مجال سوق الشغل، وإنما الجامعة كيبقى الفضاء الأول للمعرفة بصفة عامة، وطبعا من المحبب أن تكون تفضي هذه المعرفة إلى أشياء عملية. طبعا فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، قد يقول قائل ما علاقة المقاولة بحقوق الإنسان؟ كاين حقوق الطبيعة الاجتماعية المنصوص عليها في دولنا الشغل، حقوق العامل والأجرة. هل الأمر مرتبط بهذا الشق هذا أم أنه يتجاوز؟ هنا نقول بأن ما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة هي ليست ثابتة، هي متطورة ومتغيرة بشكل كبير جدا. تعلمون جميعا حينما درستم خاصة طلبة ديال القانون ما يتعلق بمادة حقوق الإنسان الحريات العامة، بأن حقوق الإنسان هي فئات، هي أجيال، وهي متطورة ومتغيرة. كانت الحقوق الأساسية حقوق المدني والسياسي، بعد الاقتصادية والاجتماعية، والآن هناك جيل ذات حقوق الإنسان، وهناك أجيال أخرى لحقوق الإنسان ومواضيع ناشئة لحقوق الإنسان، من بينها ما يتعلق بالمقاولة وحقوق الإنسان. لماذا المقاولة وحقوق الإنسان؟ ألت في القوانين الوطنية بالغرض لكي نحتاج إلى معايير دولية مرتبطة بحقوق الإنسان، لأن الفاعلين الأساسيين في مجال القانون الدولي العام وهي الدول، هي الفاعل الأساسي. ومع تطور حقوق الإنسان أصبح الفرد يجد مكانه في القانون الدولي، والآن أصبحت الشركات عبر الوطنية تجد مجالها كفاعل في القانون الدولي، والمقاولات حتى المقاولات الصغيرة لأننا تعرفون بأن تعقد العمليات التجارية وتعقد العمليات الاقتصادية، فحتى الشركات عبر الوطنية في كثير من الأحيان ترجع إلى المقاولات الصغيرة والمقاولات المتوسطة المستوطنة في دولة معينة لكي تقوم بأعمال عن طريق المناولة إلى غيرها. فبالتالي أصبح المشهد معقد، مما أدى إلى ضرورة الحديث عن المقاولات وحقوق الإنسان. هذا الاهتمام الناشئ في مجال المقاولات وحقوق الإنسان، غنعطي فقط بعض العناصر الأساسية، وإلا إن كاين هناك عدد كبير من القرارات المتخذة في هذا الشأن، وإنما بعض المؤشرات الأساسية على هذا الاهتمام من خلال عدد من القرارات. كانت البداية في العشرية الأولى من الألفية الثانية، وذلك عن طريق إنشاء ولاية ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بمسألة حقوق الإنسان والشركات على الوطنية وغيرها من مؤسسات العمل. إذا الاهتمام كان في 2005، ثم كان هناك ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة. في 2011 تم إقرار عن طريق مجلس حقوق الإنسان بجنيف إقرار مبادئ توجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إذا تطورنا من ممثل خاص، طبعا الممثل الخاص كان يرفع دائما تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن وضعنا معايير مبادئ توجيهية مرتبطة بهذا الشأن. إقرار مبادئ التوجيهية في 2011 نتج عنه إنشاء فريق عامل مهني لمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. حينما نقول غير مؤسسات الأعمال، أي جميع مؤسسات المقاولات وغيرها من أشكال
التي تتخذها الأعمال التجارية. أهم فرق العامل كما تعلمون بين قوسين هو أن الآليات ديال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كاين هناك المصادر الخاصة خارج الاتفاقيات، كاين هناك المصادر الخاصة، والمصادر الخاصة تنشأ بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان، وكيكون فيه إما فرق عامل أو مقرر خاص إلى غير ذلك. هذا الفريق العامل المعني كان الدور ديالو أو دوره الأساسي الذي مازال إلى الآن هو أن يراقب مدى إنفاذ الدول للمبادئ التوجيهية، وكيقوم من الأدوار ديالو بزيارات للدول لكي يرى إلى أي حد تلك الدول تتخذ إجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية المرتبطة بالشركات وحقوق الإنسان. ثم تم إنشاء ذلك المنتدى الذي هو عالمي حول حقوق الإنسان والشركات، الذي يشكل ملتقى بين الدول، بين الآليات الأممية، وبين الشركات والمسؤولين القطاع الخاص الذين يحضرون، الذي يشكل فضاء لتبادل المعرفة وتبادل المعلومات، لكي يستمع كذلك الفاعل الدولي والفاعل الأممي للإشكالات التي يعانيها المقاول وأصحاب الشركات فيما يتعلق بتطبيق المبادئ التوجيهية. بل أكثر من ذلك، تم الاتفاق عن طريق قرار صادر في 2014 لإعداد صك دولي، أي اتفاقية دولية. الآن يجري لإعداد اتفاقية دولية ملزمة قانونا للشركات والدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا القرار هذا تم إنشاء كذلك فريق عمل حكومي مفتوح الذي من دوره من أدواره أن يقوم بقيادة المشاورات بين مختلف الأطراف للشركة والقطاع الخاص وبين الدول لصياغة بنود هذا الاتفاق الدولي، أي أننا في المستقبل من الأيام ستصبح لدينا اتفاقية أو معاهدة أو الشكل الذي سيتخذه هذا الصك الدولي المرتبط بالشركات وحقوق الإنسان. على مستوى آخر في مسألة الإجراءات، هناك التحالف العالمي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. تعلمون بأن المؤسسة الوطنية عموما لحقوق الإنسان في العالم هناك تحالف عالمي تتجمع فيه، هو الذي يعطي الاعتماد لهذه المؤسسات. هذا التحالف العالمي هو كذلك لأن هذا الموضوع ناشئ، وينبغي أن تنخرط المؤسسات الوطنية في مراقبة مدى إنفاذ الدولة والشركات فيما يتعلق بالتزاماتها حقوق الإنسان في المقاولات، فإنها أنشأت كذلك لجنة معنية بالإعلام. ما هي التزامات الدولية؟ هنا مسار ناشئ عندنا في السنوات المقبلة القليلة، ممكن يكون هناك اتفاقية دولية صادقة في أقرب وقت. عندنا فريق عامل معني يراقب ويقوم بالزيارات القطرية للدول لمدى احترامها. فما هي التزامات الدولة والتزامات المقاولة بناء على المبادئ التوجيهية التي تسمى أو لا تؤطرها ثلاث مبادئ أساسية: الحماية والاحترام والانتصار. أول شيء هو أن الدولة التزامها، لأن حينما نقول موضوع الدولة وحقوق الإنسان فأول ما يتبادر إلى الذهن هو أن الدولة ملزمة بأن تحترم حقوق الإنسان وألا تقوم بانتهاكه. لكن المبادئ التوجيهية أضافت التزام آخر للدولة، هو أنها ينبغي أن تلتزم بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لمنع انتهاك الطرف الثالث وطرف آخر لحقوق الإنسان، أي أن لا الدولة أن تضع القوانين والضوابط لكي تمنع أو تحد من انتهاكات محتملة من طرف الشركات لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إرساء نظام قضائي وسبل غير قضائية للانتصار إلى غير ذلك، وأن يكون الأحكام القضائية تصدر في الوقت المناسب، وأن يكون في العدل إلى غير ذلك. هناك توجه بأن بالنسبة للشركات والعرب الوطنية عموما أن يتم تنصيص القوانين الجنائية للدول على أن مقاضاة الأشخاص كي لا يتم التهرب من الجريمة وانتهاك الذي قد تمارسه الشركات، أن يتم تنصيص القوانين الجنائية الوطنية على أن مقاضاة الأشخاص المرتكبين الانتهاكات يتم على أساس جنسيتهم بغض النظر عن موطن المقاولة، لأن المقاولة يمكن تكون مستوطنة في بنغلاديش، أن المقاولة كنعرفوا في بعض الأحيان قد يستوطنون المكان ديالو في شي دولة اللي الأطر القانونية ديالها غير ما فيهاش الفعالية والحماية اللازمة، وبالتالي فإن هذا من الالتزامات التي يفرضها المبادئ التوجيهية.
ثم الالتزام الاخر على الدوله هو ان توفر كذلك المقاوله البيئه القانونيه والسياسيه السليمه لانشاء مقاولتها بحيث من قبيل ما يتعلق بحقوق الملكيه، استعمال الاراضي وحمايه اصحاب تلك الاراضي وحمايه كذلك اصحاب المقاولات. من التزامات كذلك على الدوله ان الدوله في حاله كانت هي تملك اسهما في مقاوله معينه فان التزاماتها تتضاعف في احترام حقوق الانسان لانها تعتمد على دعم دافع الضرائب في تلك المقاوله، وبالتالي كاين هناك اساس قانوني واساس سياسي واساس اخلاقي اكثر يلزم الدوله بان تطبق ما يتعلق باحترام حقوق الانسان في تلك المقاوله. ثم التزام اخر هو ان الدوله حينما تتعاقد مع بعض الشركات للقيام باعمال معينه او بعض المقاولات للقيام باعمال معينه فان تعاقدها معه التزامات المتبادله لا تقف عند تنفيذ ما يتعلق بالالتزام، يعني بناء طريق او صيانه طريق الغابات، وانما ينبغي ان ينصب كذلك على مدى احترام تلك المقاوله لحقوق الانسان. إذن ما كيكونش الالتزام المتبادل مرتبط فقط بامر تدبيري مرتبط بالانجاز، وانما ان يمتد كذلك الى احترام حقوق الانسان. ثم الدوله ملزمه بان يكون هناك نوع من السياسات العموميه، ان يكون فيها نوع من الالتقائيه، اي ان لا يكون السياسه العموميه مرتبطه بحمايه حقوق الانسان، والمؤسسات باقي الادارات والمؤسسات العموميه لا تتبنى نفس السياسه. ثم التزام الاخير بالنسبه للدوله هو ان تتخذ جميع الخطوات لضمان ان يتم تعويض المتضررين واتاحه الفرصه امامهم امام كل سبل الانتصار سواء كانت قضائيه او غير قضائيه، من بين الامور التي تعتبرها بانها فيها حيف بالنسبه للمتضرر من انتهاك هو ان الرسوم القضائيه تكون الرسوم القضائيه مرتفعه بالنسبه للاشخاص المتضررين من انتهاكات ديال الشركات والمقاولات. تعتبر ان ينبغي ان تكون هناك نوع من المساعده القضائيه كما نستعملوا حنا في مصطلح القانون ديالنا لمساعده المتضررين من اللجوء الى العداله، وينبغي ان تكون جميع سبل الانتصار بعيده عن كل عن الفساد وعن اي محاولات سياسيه او غير سياسيه لنتيجه للتاثير عفوا على نتيجه احكام الصادره. فيما يتعلق بالمقاوله كاين ثلاثة التزامات اساسيه او ثلاثة العناوين كبرى للمقاومه. اول شيء هو احترام الانسان، الالتزام الثاني تجنب التسبب في الانتهاكات، والثالث هو معالجه ما تقع فيه الخطر. فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان هنا مسؤوليه المقاومه تنسحب على جميع فئات ديال حقوق الانسان، اذا الطبيعه السياسيه والمدنيه، الحق في تاسيس النقابات، الحق في الاضراب الى غير ذلك، والتزامات ذات الطبيعه الاقتصاديه الاجتماعيه البيئيه، اي ان حينما نقول بان المقاوله ينبغي ان تحترم حقوق الانسان فالامر يتعلق بجميع الفئات، لذلك يتم التركيز اساسا على الشريعه الدوليه لحقوق الانسان، يعني على حقوق الانسان ولا حدود الاقتصاديه والمدنيه ولا حدود الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وجميع الاتفاقيات الصادره عن منظمات العمل الدولية. حينما نتحدث عن تجنب التسبب فهذا الأمر يتطلب أن الانتهاكات التي يمكن أن تقوم بها المقاولات في مجال حقوق الإنسان لا يتعلق فقط بالأنشطة التي تقوم هي بشكل مباشر، وإنما جميع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها حتى الشركات أو المقاولات التي تعاقدت معها على تنفيذ هذا الأمر. إذا قلت جميع ينبغي للمقاولة أن تتخذ جميع التدابير والإجراءات بغض النظر عن حجم المقاولة، لأن هذا الأمر غير مرتبط بالشركات فقط الكبرى، حتى الشركات والمقاولات الصغرى ينبغي أن تتخذ التدابير التي تجنبها التسبب في انتهاكات ديال حقوق الإنسان وأن تعرف العاملين لديها بهذه الإجراءات. والعامل الثالث هو معالجة ما تقع فيه من آثار، وفي هذا السياق مبادئ التوجيهية تنص على أن المقاولة مهما كان حجمها كذلك ينبغي أن تكون لديها سياسات تتلائم مع حجمها
تحدد كيف يمكنها أن تعالج أثر انتهاكات الأوقات. وحينما نتحدث عن انتهاكات فهي تشمل الجميع، يعني البيئية فيما يتعلق باستغلال العمال، ما يتعلق بالتمييز ضد النساء أو على أساس الإعاقة إلى غير ذلك. أختم بفكرة واحدة هي في السياق الوطني، لأن هناك تعديلات أو تحرك على المستوى الدولي ودينامية كما لاحظنا كبيرة جدا بإعداد اتفاقية دولية ومتابعة الدول ومحاولة إدماج أكبر عدد ممكن من الدول، أكبر عدد من الشركات في هذا الجانب، تحسين التوعية والتثقيف ديال الجمعيات في المغرب ديال عفوا ديال الجمعيات المجتمع المدني أنها كذلك فاعل وكذلك ديال الشركات. السياق الوطني تم اعتماد إعلان الرباط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية صدر سنة 2017 والذي وضع مجموعة من التوصيات والأمور التي ينبغي للدولة أن تلتزم بها وللمقاولة أن تلتزم بها، وهذه الالتزامات هي جزء كبير منها مستمد من الإعلانات التوجيهية. وطبعا فرصة في النقاش أن نتطرق لأهم ما ورد في إعلان الرباط 2017. شكرا سيدي الرئيس. فلن أقيد لأن لابد أن نكسب لنا بعض الوقت، أنتم لاحظتم بأننا تأخرون بعشر دقائق عن البرنامج، لكن ليس لدينا مشكل أبدا، سنتدخل بعده بعجالة في ما يخص الشق التجاري أو الشق الاقتصادي. إذا بالنسبة للمداخلة زميلتي لن أستطيع تلخيصا بالكيفية اللازمة كوني لست متخصصا، أقول فقط بأن السيدة الفاضلة أبرزت مجموعة من مبادئ التوجيهية الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تهم متابعة الأعمال والتجارة والمقاولين وأنجز فريق ثم لجنة ثم عدد من اللجان المتخصصة التي تتبع المصادر الخاصة في ما يخص حقوق الإنسان والمتعلقة بمتابعة الانتهاكات التي قد تمس مسألة حقوق الإنسان دوليا، وهناك سك دولي أو اتفاقية دولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومتابعة كل الانتهاكات التي قد تمس حقوق الإنسان في مطرف الشركات والمقاولين، وحثت كذلك على المسائل القضائية والغير القضائية التي تساهم في منها كذلك ركزت كذلك على مسألة القانون الجنائي أو يعني المستجدات التي قد تهم القانون الجنائي في كل ما قد يعتبر تهربا من عقوبات تمس انتهاكات التي تعنى بمسألة حقوق الإنسان، ثم منقاضة الأشخاص ومسألة التوطين. أخيراً وليس أخيراً تحدثت زميلتي عن مسألة توفير البيئة القانونية والمؤسساتية والسياسية فيما يهم الملكية الفكرية ثم ملكية الأراضي، حماية الأراضي، حماية الحقوق، حماية أصحاب المقاولات ومسألة التعاقد بين الشركات. كذلك أخيراً تحدثت عن مبادئ الثلاث: احترام الإنسان، تتبع كل ما يتسبب في انتهاكات ومحاولة معالجة الأثر.